ومن المانيا خلينا نروح معاكم لايطاليا، والناس اللي بتحب الكوره، بتحب المتعه، بتحب المنافسه والاثاره، بقول لكم انه الدوري الايطالي ابتدى بشكل كبير يستعيد جزء عظيم جدا من بريقه ولمعانه اللي كان موجود عليه في التسعينات، في الوقت اللي كانت يمكن بطوله الدوري الايطالي هي اهم بطوله على سطح الكوكب كله. السنوات الاخيره والسنه دي الحقيقه المنافسه على اشدها، واعتقد انه الانتر اللي استعاد جزء كبير من قوته توج الموسم قبل الماضي ببطوله الدوري، معاهم الاي سي ميلان البطل النسخه الاخيره، ومن قبلهم اليوفي كبير وعملاق الكره الايطاليه، مع مجموعه ثانيه من الانديه اللي مش ممكن تطلعها بره الحسابات زي روما تحت قياده مورينيو، زي نابولي وغيرهم وغيرهم، بيقولوا انه الدوري السنه دي كاحسن ما يكون. هيكون معانا واحد من نجوم الحقيقه، كلاعب كان نجم طبعا من نجوم فيورنتينا، لكن الحقيقه يمكن انجازات كبيره جدا حققها ضيفنا النهارده في سادسه، والتر ماتزاري، مدرب سابق طبعا لسامدوريا، لنابولي، للانتر، وحقق انجازات وبطولات والقاب اثناء مشواره التدريبي، ضفنا في السادسه من خلال فيديو كونفرنس. بدايه كل الشكر طبعا ليك على مشاركتك معانا، واهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. شكرا لكم، شكرا لكم. انا سعيد جدا باستضافتي لكم. توليت داخل طبعا ايطاليا مسؤوليه تدريب اكتر من فريق، فرق كبيره قدرت تحقق معاهم انجازات، تفوز بالقاب وبطولات، وكان ليك تجربه اعتقد كمان في الدوري الانجليزي، لكن خلينا نبتدي من مشوارك في ايطاليا سواء مع سامدوريا او مع نابولي او مع الانتر، المرحله الاهم والانجازات الاهم في تاريخ والتر ماتزاري في البطولات الايطاليه، اهم المحطات دي كانت ايه؟ ما يور non piace parlare di me, se c'è una domanda diretta io rispondo. Comunque la storia dice che انا احب ان اتحدث دائما عن تاريخي مع فريق نابولي العظيم. انا مكثت 4 سنوات، حققت كثير من الانجازات مع نابولي، فجماهير نابولي العظيمه وايطاليا كلها تعرفني وتعرف من هو مزاري وتعرف ان مثلي الاعلى هو مارادونا، وكان هناك كثير من الرضا من الجماهير، حققت كثيرا من الإنجازات. بعد 4 سنوات رحلت عن الفريق وأنا في شدة الحزن. يمكن حققت مع نابولي لقب كأس إيطاليا، واعتقد في نفس السنه فزت بلقب الكاس السوبر. من وجهه نظرك، واعتقد انه ايطاليا لسنين طويله جدا كانت هي يمكن الوجهه الاهم والابرز لاهم نجوم كره القدم في العالم، ازاي قدرت تاخد سامدوريا اولا للقب الكاس، ومن بعده نابولي لكاس ايطاليا والسوبر كوبا؟ أنا حققت أيضا كثيرا مع ساندوريا كثيرا من الإنجازات. أنا وصلت إلى نهائي إيطاليا وقد حققتها بالفعل وحصلت عليا. أيضا بالنسبة للإنتر ميلان واجهت الكثير من الصعوبات مع الانتر ميلان، ايضا مع نابولي ومع سردونيا. نعم حققت، وكان هناك كثير من الجوانب الايجابيه حقا. يمكن يعني الحقيقه يمكن البطولات الايطاليه استعادت جزء كبير جدا من لمعانها ومن نجاحها في السنوات الاخيره، ورغم كده لم ينجح المنتخب الايطالي في التاهل لكاس العالم في نسختين متتاليتين. كمدير فني ازاي شفت ده؟ وهل كنت مع استمرار مانشيني او رحيله بعد عدم قدرته على التاهل مع ايطاليا؟ انا يهمني اللقاء فيما يتعلق بالغد ما بين النابولي والميلان. أنا أرجح أن نابولي ستفوز بالمباراة، ولكن أيضا ميلان فريق كبير جدا، لكن نابولي أعد تشكيلته هذا العام. تعليقا على عدم مشاركة إيطاليا، السؤال كان على عدم مشاركة إيطاليا في كأس العالم، إزاي كمدير فني بتشوف ده،
وايه رايك في قياده مانشيني لمنتخب ايطاليا قبل ما اروح للدوري الايطالي؟ وهذا كان بالنسبة كلعنة على كل الإيطاليين، فقد أصابني بالحزن كثيرا أننا لا نشارك في هذا المونديال. أنا أعتقد أننا يجب أن نغير كثيرا من مساراتنا الرياضية لتحقيق كثير من الإنجازات، ونتعلم من خساراتنا وعدم المشاركة في كأس العالم. نروح للدوري الإيطالي، ويمكن نابولي الحقيقة يعني أدهش في العالم كله، وقدم مباراة قوية جدا في بطولة الشامبيونز ليج، وقدر يكسب واحد من الفرق المرشحة وصيف البطولة أو وصيف الشامبيونز ليج في الموسم الأخير، الليفر، بنتيجة 4، وقدم عرض على أعلى مستوى. الانتر هو البطل في النسخة قبل الماضية، واحدة من مباريات القمة أو الصراع على لقب بطولة إيطاليا. إزاي بتشوف المواجهة، وإيه فرص الفرقتين في مباراة غدا؟ أنا قلت ذلك أن هذه المباراة قوية جدا ما بين الفريقين، كلا الفريقين على مستوى رائع، وكلا الفريقين أعد خطة جيدة للفوز بالمباراة، ولكن أنا أرجح أن الحظ سيحالف فريق نابولي في هذه المباراة. بمناسبة نابولي، خليني أسألك على النجم الجورجي، يمكن اسمه خفيشة، أعتقد اسمه لو نطقت الاسم صح، تألق بشكل كبير جدا مع نابولي. هل تتوقع استمراره مع نابولي، أو ولا من الممكن أن هو ينتقل في المواسم المقبلة أو الموسم المقبل لأندية أخرى؟ حقا لا استطيع الرد على هذا السؤال، يمكنك إعادة السؤال مرة أخرى. السؤال على المهاجم الجورجي خفيشة، مهاجم نابولي الإيطالي اللي ظهر بشكل قوي جدا ومميز، هل تتوقع استمراره مع نابولي؟ هل يقدر نابولي أن يحافظ على نجمه الجديد، ولا تتوقع انتقاله لواحد من أندية أوروبا الكبيرة؟ هو لا زال صغير في السن، وأعتقد أنه سيستمر مع فريق نابولي الكبير، وهو يؤدي دور رائع مع نابولي، ونراه في المستقبل من أفضل اللاعبين على الساحة. وحالفه الحظ في المباراة السابقة، وسيحالفه الحظ في المباريات الأخرى. بعد سيطرة لمدة يمكن 10 سنوات متتالية، قدر اليوفي أنه يحقق لقب بطولة الدوري، إلى أن كسر الميلان والإنتر احتكار اليوفنتوس، والسنة الأخيرة أو الموسم الماضي فاز إي سي ميلان بالبطولة. إزاي بتشوف الصراع على اللقب، ومين الفريق اللي حظه أوفر من وجهة نظر وولتر ماتزاري في تحقيق لقب الكالتشيو السنة دي؟ البطولة بدأت منذ قليل، الإنتر ميلان ونابولي ويوفنتوس من الممكن أن يعودوا للصدارة مرة أخرى، كلهم غالبا في مستوى واحد، لكن نرجح أن نابولي وإنتر يستعدون هذا العام. توليت في فترة من الفترات مسؤولية تدريب واتفورد في الدوري الإنجليزي، يهمني أسمع رأيك يعني أو خلاصة التجربة، الفرق بين الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي، وأوجه الصعوبة اللي واجهتك لما دربت في إنجلترا. أيضا في السؤال السابق الذي سألتني عنه، هو أن روما أيضا من الممكن أن تتصدر وتكون هي في المقدمة هي الأخرى. طيب نروح لتجربة واتفورد في إنجلترا، أنت توليت تدريب واتفورد في الدوري الإنجليزي لفترة من الفترات، من وجهة نظرك إيه الاختلافات اللي موجودة بين الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي، وإيه وجه الصعوبات اللي قابلتك في إنجلترا؟ Sì, ho avuto l'esperienza inglese.
أنا أيضا حصلت على الخبرة في الدوري الإنجليزي، فكانت تجربة مختلفة عن الدوري الإيطالي. أيضا القدرة البدنية للاعبي الدوري الإنجليزي كانت أعلى بالنسبة لي من لاعبي الدوري الإيطالي. بالنسبة لنا نحن الإيطاليين، قوتنا الإيطالية لا نستطيع أن نكمل المباراة بنفس المستوى البدني الذي نلعبه. نعم، ولكن من الممكن أن نحصل على هذا عن طريق خبرتي في الدوري الإنجليزي، يمكن أن نحسن الأداء في الدوري الإيطالي. طيب، سؤالي اللي جاي مرتبط بمنافسات الكرة على المستوى الأوروبي. هل بتشوف أنه أي من الأندية الإيطالية اللي بتلعب فيه، وخصوصا بطولة الشامبيونز ليج، هل في فرص لنادي إيطالي للعودة مرة تانية لمنصات التتويج على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا؟ أنا بالنسبة للدوري لا أستطيع أن أجاوب على هذا السؤال. أنا لا، حقيقة لا أعرف من سيفوز ومن من الممكن أن يتصدر ومن من الممكن أن يقود الصدارة في هذا الموقف. طيب، يعني أنا سؤالي كان عن فرص. هل بتشوف أن في نادي إيطالي سواء الإنتر أو الميلان أو نابولي عنده القدرة على أنه ينافس على لقب دوري الأبطال، مش بالضرورة التتويج، على فرص المنافسة على اللقب؟ لكن عشان وقتي بعتذر لك طبعا وبشكرك طبعا وولتر ماتزاري نجم فيورنتينا والمدرب أو المدير الفني السابق لنابولي وسامدوريا وإنتر ميلان، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. فاصل ونرجع لحضراتكم مع ضيفنا ونجم حلقتنا النهاردة كابتن سعيد عبد العزيز.